سالح يا ولادي، مواطن سالح. الو، عسلامة. عسلامة سي قيس. اهلا وسهلا، مرحبا بيك. شنو احوالك سي قيس؟ سامحني كان قمحتك يا سي قيس. الحمد لله، مرحبا بيك. عايشك عايشك. انا يا سي قيس اسمي سالح. اهلا وسهلا. يعيشك سي قيس. عندي نعمل في الميموار متاعي على أيوة. على الاقتصاد، معناها تفشي، معناها ازمه، معناها سقوط الدينار، عم رضا العطار نموذجا، تفهم فيك؟ اي، معناها حبيت نعرف سي قيس، معناها تنجمش تنصحني مثلا بكتاب معين نقراه ولا دراسه معينه وتكتب لي انت الطوطئه زاده سي قيس؟ والله اما بالنسبه الى كتابه الطوطئه فلا اعلم الكثير عما تعلمه انت ادرى مني بكتابتي مثل هذا. بالنسبة إلى البحث وأنت تتحدث عن تراجع الاقتصاد التونسي، فالأفضل أن تتوجه إلى مختص في الاقتصاد. أما بالنسبة إلى المثال أو النموذج، وأرجو أن تدرس هذا جيدا قبل الحديث عن دكان كما تتحدث أو كما قلت لي منذ قليل. شكرا لك أستاذ قيس، أنا أحترمك جدا أستاذ قيس، لأنك أنت من القلائل الذين يؤمنون أننا بإمكاننا أن نتطور، لكني أخذت مثالا لرضا العطار لأنه المحرار الحقيقي والواقع في حومتنا يا أستاذ قيس. إني أحترمك كثيرا يا أستاذ قيس. هل لا أعرف هل هذا من باب الجد أو من باب الهزل. أن كان جدا فهو إلى حاجة إلى تصويب، وإن كان هزلا فلا أعتقد أن الحديث عن الاقتصاد التونسي ربما هو من قبيل الهزل. أستاذ قيس، أنا أحترمك كثيرا أستاذ قيس، لكن لتعلم أستاذ قيس، لتعلم أن الاقتصاد التونسي مرتبط بقفة عم صالح وبقفة خالتي خديجة وبقفة علي مرابط وبقفة الجميع، ونحن هنا يا أستاذ قيس من خلال بحثي الذي يتجاوز 95 صفحة، إن أريد أن أجعل من الاقتصاد التونسي نموذجا فعالا، ورضا العطار يكون نموذجا فعالا في شرح المواقف، فكيف يمكن أن تردها علي إن استطعت؟ لن أرد عليك، فقط أتمنى لك النجاح، وأتمنى لك أن توفق في إبراز هذه الجوانب الاقتصادية من خلال هذا المثال الذي تحدثت عنه. أستاذ قيس، لكني إن أخذت 16 في بحثي، فهل تعتقد أني سأبقى بطالا تحت الحائط أو أني سأجد شغلا؟ والله لا أعلم بالفعل هل هذا هزل أم جد. أرجو أن كنت عاطلا عن العمل أن توفق في الحصول على عمل، أما أن كنت تعمل وهذا من قبيل الهزل فأرجو أن توفق. لا أعلم بالضبط من تكون، ولكن أني تحدثت إليك ولا أعلم ماذا تعمل وماذا لماذا يعني تعد هذا البحث أو كما تدعي ذلك على الأقل. أستاذ قيس، لقد قررت أن أسمي بحثي بعفت حياتي.